بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة وعلى مدار مرتين وممكن نبقى نعمل مرة فيها كيسز ونحلها مع بعض إن شاء الله. النهاردة المحاضرة الأولى من الإي سي جي. أنا عايز بس نقول قبل ما نبتدي إن الإي سي جي دي من أهم الحاجات اللي مضمونة في أي إجزام بتخش فيه، سواء بالنسبة لينا أو في أي معادلة أو كده، بيبقى حاجات مضمونة 100%. هي بعض الاكزامبل جاست بنفهمها ونعرف الرسمه بتاعت الاي سي جي ازاي بتيجي، وبعد كده ببساطه جدا 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 هنفهم ايه هو الباثولوجي. احنا النهارده هنركز على الاي سي جي، المفهوم بتاعه والمعنى بتاعه، وازاي الصوره بتتحول من كهرباء بتاعت القلب لرسمه. لو فهمت ده النهارده اعتقد ان شاء الله ان كل حاجه بالنسبه لكم هتبقى سهله جدا 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 جدا. نبتدي مع بعض. ده اكبر دليل ان رسم القلب سهل، سهل جدا. هو ده رسم القلب يا جماعه اللي احنا هنقوله النهارده، مفيش اصعب من، مفيش اسهل من كده لا مؤاخذه. لو عايزين التفاصيل، هي دي التفاصيل، ادي القلب اهو بيترسم اهو جميل وبنملاه احمر وزي الفل. عايزين نعيدها تاني، ماشي اهي، ركزوا فيها مهمة جدا. عايزين نسأل هنا يا جماعة، هو مين أول واحد عمل رسم القلب؟ أول واحد عمل رسم القلب كان روميو وجولييت. روميو وجولييت لما راحوا في الغابة وعملوا، اختاروا أول شجرة وحفروا عليها القلب، فقالوا ان روميو وجولييت هو اول اثنين عملوا رسم القلب. وطبعا هو ما في الغابه كان الجو جميل جدا والورد نازل وادي عصافير وزي الفل، وهو ده رسم القلب يا جماعه. بعد ما روميو وجولييت عملوا رسم القلب، مين اللي زعل منهم؟ اكتر ناس كانوا متضايقين من رسم القلب بتاع روميو وجولييت، ها مين؟ بتوع الكارديولوجي طبعا. في الحقيقه انفعلوا جدا يوميها، ازاي روميو وجولييت يعملوا رسم القلب واحنا مش عارفين لغايه دلوقتي يعملوا رسم القلب. فالمهم لما اتضايقوا قوي كده، كانوا في الحقيقه كلهم متضايقين، جمعوا بعض قال لك احنا هنتقابل على القهوه النهارده بعد المغرب كده، ايام ما كان في قهوه. المهم ايام ما كان في قهوه قعدوا واتجمعوا مع بعض الكبارات بتوع رسم القلب، بتوع الكارديولوجي اللي عايزين يعملوا رسم القلب، وقال لك احنا عايزين نعمل رسم القلب، بس نعمله ازاي؟ واحد ناصح منه قال لك ايوه فكره، انا لو قدرت احول الكهرباء اللي ماشيه في القلب لرسم بياني تخطيطي يبقى انا كده عملت رسم القلب. قال لك والله طب ده من انت ناصح قوي كده، طب ما تقول لنا ايه هو الكهرباء بتاعت رسم القلب. قال لك والله الكهرباء بتاعت رسم القلب بتخرج من محطة توليد الكهرباء اللي في القلب اسمها SA نود، ده أكتف بارت من المصل بتاعت رسم القلب، فيها خاصية اسمها الأوتوماتيستي. الأوتوماتيستي يعني القدرة على تكوين إمبلس منها لنفسها وتنشر الإمبلس دي للمنطقة المحيطة بيها. قال لك طب الSA نود ده احنا عارفين ان S يعني ساينو وA يعني اتريال، طب احنا عارفين الاتريال ده ايه الساينو ده؟ حاجه غريبه قوي، ايه الساينو ده؟ قال لك والله الساينو ده كلمه ساينو ده اختصار للساينس اللي هو كان اول ما اخترعه او اول ما اكتشفوا الحجرات بتاع القلب اكتشفوها في الضفدعه، فالضفدعه عندها ثلاث حجرات فوق بعضها، اللي فوق ساينس واللي تحت اتريوم واللي تحت فنتريك، اللي ما عندهاش اثنين زينا، في الساينس ده رودومنتري عندنا، فهم سموها من ساعه ما شافوها في الضفادع وقالوا ان دي الاي اس اي نود. الاس اي نود زي ما قلنا فيها خاصيه الاوتوماتيسيتي، الاوتوماتيسيتي دي اللي هي بتخرج امبلس من ذات نفسها تنتشر في الاتريوم كالنار في الهشيم في كل الاتجاهات في نفس الوقت، تخرج واحده كده وتمشي واحده كده وتمشي واحده كده وتمشي واحده من ورا، وفي الاخر كلهم يتجمعوا عند الكوبري. الكوبري اللي بيعدي الامبلس من الاتريوم للفنتريكل، حلو جدا. بس خد بالك هو لما هنا الاس انود هتخرج امبلسايه واحده، ايوه امبلسايه واحده،
هتتقسم ل 400 او 500 امبلس في كل اتجاه، لان هي هتنتشر في كل حته في القلب في الاتريوم. فلو انتوا لاحظتوا ان من هنا لهنا المسافه قصيره، فالامبلس اللي هتطلع من الاتسي نود هتوصل للاي في نود اللي هي الكوبري عند حافه الكوبري بسرعه، بينما اللي بعدها توصل بعدها واللي دي هتوصل بعدها وهكذا وهكذا وهكذا. فهتلاقي كل امبلس من هنا توصل 400 للاتريوم للفنتريكل عن طريق الاي في نود. هل ده ينفع؟ طبعا ما ينفعش. فربنا خلق لنا خاصيه، سبحان الله، خلقها لنا خاصيه اسمها خاصيه استنى شويه. ايه استنى شويه دي؟ خاصيه الديلي. يعني ايه؟ كل امبلس تيجي عند حافه الكوبري وتيجي تعدي الاي في الاي في نود، تقول لها الاتريو فنتريكولار نود، تقول لها لا استني شويه، ما ينفعش تعدي دلوقتي. حلو جدا. لغايه ما يتجمع كل اخواتك وتكونوا امبلسايه واحده تعدي لوحدها علشان توصل للفنتريكل، تعدي الاي في نود للاي في باندل، الباندل اوف هيس اللي هي دي، وتتقسم ليفت ورايت عن طريق ليفت باندل برانش ورايت باندل برانش، وتوصل لغايه المصل علشان تستيميوليت عن طريق فروع صغيره من الكوندكشن اسمها بيركنجي فايبر. وهنا يبقى امبلسايه واحده هنا اتقسمت ل 400 500، رجعوا اتجمعوا تاني هنا عند راس الكوبري. الكوبري ما عندوش الكلام ده، خاصيه ايه؟ استنى شويه، خاصيه الديلي، لغايه ما كل اخواتك يتجمعوا مع بعض ونعدي مع بعض كوحده واحده، كامبلسايه واحده تعدي للفنتريكل تكونتراكت المصل وهكذا وهكذا وهكذا. قال لك ده حاجه حلوه جدا. احنا لسه في الاجتماع بتاع بتاع الجمعيه بتاعت اللي بيشرحوا الكهرباء علشان يقولوا رسم القلب هيتعمل ازاي. فدي الكهرباء بتمشي ويعقبها الميكانيكال ريسبونس اللي هو الكونتراكشن. يبقى الكهرباء الاول تمشي والكونتراكشن بعدها. ادي الكهرباء بتمشي والدم بينزل، والدم هنا بيكونتراكت بعد ما الكهرباء توصل للمصل. دي صور مختلفة عشان يبقى عندك تصور ذهني للي بيحصل. ادي الباندل اوف هيس، الامبلس بتعدي للليفت والرايت باندل، بتخش في الفنتريكل عن طريق بيركنجي فايبر، يعقبها كونتراكشن. طيب احنا لسه في اجتماع رسم القلب، قال لك طب علشان نسهل الموضوع طب ما تشرحها لنا كده بالطريقة الشعبية اللطيفة. قال لك ماشي. قال لك والله هو ده القلب زي القلب بتاع روميو وجولييت بالظبط، وده الاس اي نود، بتطلع امبلس في كل اتجاه لغايه ما تيجي عند هنا الاي في نود وتقول لها خاصيه الديلي استني شويه، وبعد كده تعدي للناحيه الثانيه لما يتجمعوا مع بعض وتتوزع لليفت لليفت ورايت. ايه ده بس؟ لقينا حاجه غريبه قوي، لقينا ان بيحصل وهي نازله هنا استيميوليشن للسبتم في هذا الاتجاه. السبتم ده ما هو عضله زي بقيه العضلات، يعني ما يعني حرام عليكم، يعني لازم برضو ياخد الكهرباء بتاعته. فهو اول ما بينزل الباندل اوف هيس بيمشي، الباندل اوف هيس بيمشي فيه بيديله الكهرباء بتاعته من الشمال لليمين. حلو قوي. يبقى ايه تاني نشوف تاني؟ يبقى ادي الهارت اهو، وادي الاي في نو الاس اي نود، بتطلع الامبلس ده محصله اتجاهات الامبلس كلها عملناها في رسمه واحده، ودي محصله اتجاه الكهرباء جوه السبتم، وده محصله اتجاه الكهرباء جوه الفنتريكل. احنا ليه مياله ناحيه الشمال؟ لان الليفت فنتريكل بياخد كهرباء اكتر. طب نسهلها اكتر، ادي الاي في الاس اي نود مطلعه، ادي اول خطوه بتحصل في الكهرباء في القلب اللي هو ستيميوليشن اوف ذا اتريوم. رقم اثنين الاستيميوليشن اوف ذا سبتم. يعني قصدك ايه؟ قصدك ان الكهرباء بتاعه القلب بتتكهرب على هيئه ثلاث خطوات: اتريوم، سبتم، فنتريكل. والفنتريكل طبعا كميته اكبر من الاتريوم واتجاهه ناحيه الشمال. علشان ايه؟ علشان الفنتريكل الكهربيه بتاعته الليفت فنتريكل بياخد كهرباء اكتر لانه اضخم. الله، طب ما انت في الاخر رسمت لي الرسمه دي اللي هي رسمه روميو وجولييت الاولانيه،
ما تفرقش عنها حاجة. لا تفرق طبعا، الورد اللي كان نازل دي الورد يا عم تفرق طبعا، كان في عصافير، الله ده في عصافير زادت كمان اهي. قال لك طب الله، طب يبقى انت عملت ايه؟ ما روميو وجولييت عملوا الرسمه اللي انت كنت راسمها لنا، هي هي، واتجاه الكهربيه، محصله اتجاه الكهربيه جوه القلب هي هي. قال لك لا لا، انا بفكر اعمل حاجه مهمه جدا، انا لو اخترعت كاميرات بين قوسين يعني ديتكتور، انا بقول بس كاميرات كالتسهيل، الكاميرات دي نحطها حوالين القلب نقدر نحول بيها الكهرباء، الديتكتور دي اللي تحول الكهرباء لرسمه، يبقى انا كده عملت رسم القلب. قال لك ده اختراع رهيب ورائع. طب ايه هو الاختراع بتاع الكاميرات دي؟ قال لي والله انا هخترع كاميرا، الكاميرا دي تحول الكهرباء لرسمه. خصائص الكاميرا دي، ركزوا معايا في الحته دي مهمه قوي، خصائص الكاميرا ان لو الكهرباء رايحه ناحيتها ترسم بوزيتيف ديفليكشن، يعني رسمه اتجاه الرسمه لفوق، ولو الكهرباء واقفة ما بتتحركش ترسم لي خط مستقيم، ولو الكهرباء ماشية ضد الكاميرا في ظهر الكاميرا ترسم لي نيجاتيف ديفليكشن. طب نشوف هنا الكهرباء اهي الأزرق ده الكهرباء، وادي الكاميرا أو بين القوسين الديتكتور اللي بيحول لي الكهرباء بتاعة القلب إلى رسمة، وهي جاية ناحيتها اللي هي رقم واحد، والكهرباء رايحة ناحيتها بترسم لي بالإبرة بتاعة الجهاز اللي أنا هخترعه، الجهاز ده بترسم لي positive deflection. يعني إيه positive deflection؟ يعني منحنى لفوق. طب الكهرباء وصلت عند الكاميرا، الرسمة تبقى عند الزيرو ليفل اللي هو ده الخط اللي هو أيزو إلكتريك، مفيش كهرباء لا رايحة ولا جاية. طب الكهرباء عدتها بقت في ظهر الكاميرا وضد اتجاه الكاميرا ترسم لي negative deflection. خلصت الكهرباء، الكهرباء خط مستقيم مفيش حاجة، يبقى القلب بيرسم، يبقى الجهاز بيرسم خط مستقيم لو مفيش كهرباء، أو لو الكهرباء واقفة عند الكاميرا بيرسم لي خط مستقيم. طب ناخد مثال آخر، الكهرباء ماشية من هنا لغاية هنا، ناخد مثال آخر، آدي الكهرباء وآدي الكاميرا، الله ده الكهرباء ابتدت من هنا ووصلت لغاية هنا وخلاص خلصت الموضوع، الله يبقى الرسمه بتاعتنا تبقى ايه؟ هو اتجاه الكاميرا ده ضدها ولا معاها؟ ده معاها، يبقى كلها بوزيتيف ديفليكشن، ما فيهاش نيجاتيفيتي خالص. على العموم يا جماعه اللي ما حضرش من الاول، المحاضره هتتسجل، انا بسجلها وان شاء الله انزلها لكم على اليوتيوب وببعتها لكم ان شاء الله. تمام. طب لو الكهرباء كده في ضد الكاميرا، الكهرباء ماشيه كده والكاميرا بتصور هنا، اتجاه الكهرباء من هنا لهنا هترسم لي ايه؟ ايوه تمام، نيجاتيف ديفليكشن كومبليتلي. الله، طب ده الموضوع سهل قوي، امال احنا بنقول رسم القلب صعب ليه؟ لا ده تافه خالص. طب خلينا نقول، احنا هندي مثال هنا، احنا قلنا هنحط الكاميرا هنا وادي كهربيه القلب، محصله كهربيه القلب هو ده اللي احنا هنحفظها الاتجاه ده والشكل ده، ثلاث مراحل اتريوم فنتريكل بتاع. طيب الكهرباء وهي ماشيه في الاتريوم رسمت لي دي في اتجاهها ولا ضدها؟ في اتجاهها، ترسم لي بوزيتيف ديفليكشن. صغير ولا كبير؟ صغير، لان الاتريوم صغير. هنا الكهرباء في خاصيه الديلي اللي هي خاصيه استنى شويه، استنيتها واقفه هنا. الكهرباء هنا في السبتم بقت ضد الكاميرا، رسمت لي نيجاتيف، وبعد كده كل الكهرباء راحت ناحيه الكاميرا فترسم لي بوزيتيف ديفليكشن. كبير ولا صغير؟ كبير، لان الفنتريكل كبير والكهرباء في وسطها، واحنا قاعدين نتكلم هنا بترسم ويف تاني انا مش عارف هو ايه. قال لك الكهرباء بتحصل هنا دي اسمها ديبولاريزيشن. الكهرباء لما بعد ما بتعمل ديبولاريزيشن بيحصل حاجه اسمها سحب كهرباء، اسمها الريبولاريزيشن. الريبولاريزيشن ده بيبقى في نفس اتجاه الديبولاريزيشن. الكهرباء في الفنتريكل ابتدت من هنا وراحت في الاتجاه ده، فالريبولاريزيشن بتاعها بيبقى في نفس الاتجاه. فادي ويف الاولانيه بتاعت الاتريوم، وادي خاصيه استنى شويه اللي هي السيجمنت دي، وبعد كده دي السبتم، وبعد كده ده الفنتريكل. الفنتريكل كان بوزيتيف ديفليكشن، فيبقى كمان الريبولاريزيشن بتاعها بوزيتيف، اللي هي الويف اللي هتترسم دلوقتي. طب ليه ما حصلش للاتريوم كده؟ لان الاتريوم حصل تحت الفنتريكولر ديبولاريزيشن، فمستخبي
بالويف اللي احنا نسميها بعد كده كيو ار اس بتاعه الفنتريك. طيب خلينا نعمل دي مثال اخر، الكهرباء ماشيه في الاتريوم مع الكاميرا ولا ضدها؟ معاها. ترسم ايه؟ ترسم بوزيتيف ديفليكشن. بعد كده خاصيه استنى شويه اللي هي الديلي، الكهرباء واقفه قدام الاي نود عايزه تعدي، ارسم لي ايه؟ خط مستقيم على الزيرو بوينت ايزو الكتريك. السبتم ضدها ولا معاها؟ ضدها، يبقى لتحت. كبيره ولا صغيره؟ صغيره شويه، يبقى ترسم لي ويف لتحت. بعد كده الفنتريكل هنا هيتقسم، الحته الاولانيه دي كانت في اتجاه الكاميرا، وبعد كده الكاميرا عدت الكاميرا، فترسم لي بوزيتيف وحته نيجاتيف لتحت. ليه النيجاتيف لتحت؟ لان الحته دي عدت الكاميرا من قدامها وبقت في ظهرها. وبعد كده ده الريبولاريزيشن بتاع الفنتريكل في نفس اتجاه مين لي بوزيتيف ولا نيجاتيف. هنا مين لي بوزيتيف، يبقى الايه؟ الويف اللي بعدها ريبولاريزيشن بوزيتيف. يبقى نقولها تاني، اتريوم كبير ولا صغير؟ كبير، ايه صغير، كميتها قليله، الاتريوم عضله غلبانه، خاصيه الديلي استنى شويه، خط مستقيم ما بيتحركش لفوق ولا لتحت، ايزو الكتريك. السبتم حصل له استيميليشن ضد الكاميرا ولا؟ خلوا بالكم هنا السبتم ضد الكاميرا، لو انا حطيت الكاميرا هنا السبتم هيدي بوزيتيف ديفليكشن. بعد كده الحته اللي في اتجاه الكاميرا اهي ترسم لي بوزيتيف، وبعد كده الحته اللي ضد الكاميرا ترسم لي نيجاتيف. انا بعد ما اخلص الجزء ده هوقف وناخد اسئله منكم، وبعد كده نرجع نكمل المحاضره تاني. يبقى ده حضروا الاسئله بتاعتكم على ما نخلص الجزء البسيط ده الاساسي. طيب يبقى ده مثال، ناخد مثال ثالث، احنا مش وراناش حاجه. السب الاتريوم معايا ولا ضدي؟ يعني معايا اهو في اتجاهي وانا باصص ليه اهو، تمام. طيب هنا الحته دي معايا ولا ضدي؟ معايا. طيب ناخدها واحده واحده، ادي البي او ادي الاتريوم، وادي الديلي اللي هي خط مستقيم كهرباء واقفه ما بتتحركش، بعد كده السبتم اول ما بيجي ناحيتي يبقى يرسم بوزيتيف. ايه ده؟ ده السبتم مره يعمل لي بوزيتيف ومره يعمل لي نيجاتيف ومره يعمل لي اضلاع، والفنتريكل ده ضدي هنا بقى فرسمت لي نيجاتيف ديفليكشن، وبعد كده الويف الريبولاريزيشن بتاع الفنتريكل بقت لتحت. ليه لتحت؟ اصل هو محصله الديبولاريزيشن الحته دي ناقص الحته دي، الحته اللي تحت هي اللي اكبر، فدي بقت نيجاتيف. فكده عملوا اجتماع لرسم القلب وكانوا مبسوطين جدا جدا اللي هم خلصوا النقطه دي، زي ما احنا خلصنا النقطه دي. وهنفتح ليكم فالمهم بعد ما خلصوا اجتماع رسم القلب كانوا مبسوطين جدا وفرحانين قوي 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 ان هم وصلوا، لانهم حولوا كهرباء القلب لرسمة بيانية نعرفها. لو الكهرباء كتيرة يبقى الرسمة طويلة لفوق، لو الكهرباء قليلة يبقى الرسمة صغيرة، الرسمة البيانية صغيرة لتحت. لو الرسمة واخدة وقت طويل الرسم البياني ياخد وقت طويل على ما يتعمل. لو القلب مات هتعمل خط مستقيم لان مفيش كهرباء. حلو جدا، كانوا فرحانين وسعداء جدا جدا جدا. فواحد طلع قال لهم طب انا دلوقتي عايزين نثبت اماكن الكاميرا اللي احنا هناخدها اللي احنا هنحطها، احنا هنحط الكاميرات فين؟ قال لك ما كفايه كاميرا واحده. قال لك لا لا، انا لما رحت القسم اسم الشرطه شفتهم بيصوروا المجرمين لمؤاخذه من القدام ومن الجنب ده ومن الجنب ده ومن ورا من عند القفا كده، وانتوا عارفين ان القفا بيستحمل كتير. المهم فقال لك ايه؟ قال لك هم ليه بيعملوا كده؟ قال لك اصل لو في علامه مميزه، لو سكار مثلا في وش المجرم ساعتها هيبان في ناحيه ومش هيبان في الناحيه الثانيه، فلازم اصوره من كل ناحيه. قال لك وكذلك القلب، انا علشان ابقى مصور القلب وعارف كل المشاكل اللي ممكن تحصل فيه لازم اصوره من كل ناحيه، يعني اصوره من فوق من قدام من الجنب من تحت ومن ورا لو اقدر. ايه ده من ورا ينفع؟ قال لك ده انا ممكن ابلع العيان الكاميرا تنزل في الاسوفجس ورا القلب. ايه ده هو في حاجه؟ ايوه ممكن اعمل له حاجه اسمها اللي هي لبلعه البتاع ده اللي هو الالكترود بحيث ان هو يصور لي القلب من ورا. يا نهار ابيض ده الموضوع خطير قوي. قال لك طيب نحط الكاميرات فين؟ قال لك احنا لازم نتفق على اماكن نحط فيها الكاميرات، كلنا نبقى متفقين عليها عشان نبقى فيه ستاندر لما اشوف انا رسم قلب
زي ما أخويا اللي في إنجلترا يشوف رسم القلب، وابن عمي اللي في استراليا يقرأ نفس الإيه رسم القلب ويقول نفس التشخيص، مش كل واحد يشخص حاجة ويبقى ستاندر. قال لك طب نحطهم فين؟ قال لك والله أنا كنت حاضر، واحد منهم الناصح برضه، ما الناصح ده اللي موديهم في داهية، قال لك والله أنا كنت حاضر ماتش الأهلي والزمالك اللي كان كام؟ أيوة ستة، برافو عليك، 6-1 بتاع بيبو وبشير بالظبط كده. قال لك أنا شفتهم عاملين حاجة لطيفة جدا، إن هم حاطين كاميرات في المدرجات من فوق عشان يشوف الملعب جلوبال، ولقيتهم حاطين كاميرات في عند الملعب تحت ورا الاجوان عشان كل لما الجون يجي في الزمالك يصوروه كويس. قال لك قصدك ايه؟ قصدك اللي انا عايز احط الكترود او كاميرات تصور لي القلب من بعيد وكاميرات تصور لي القلب من قريب، احطها على الشيست يبقى دي تصور لي القلب فاين ديتيلز بتاعته، وفي كاميرات تصور لي القلب جلوبال احطها في الليمب في الايدين والرجلين. قال لك ده حاجه حلوه جدا، انا ممكن احط كاميرا شمال وكاميرا يمين وكاميرا من تحت وكاميرات على القلب. قال لك طب انا عايز اشوف الالكترود دي هتتركب ازاي. هو انا هوريكم فيديو دلوقتي ركزوا فيه، انا هطمن ان الصوت بتاعه شغال علشان هي الستة يعني شرحها جميل قوي، وانا ما حبيتش ايه يعني احنا نسمعه لمده 3 دقائق كده، وخليكم معايا ركزوا فيه. ادي الكاميرات اللي موجوده في الايه في الملعب، كاميرا من الناحيه اليمين، كاميرا من الناحيه الشمال، وكاميرا من تحت. دي اللي هي الكاميرات اللي بتصور القلب، او قصدي كهربه القلب، يعني انا كل ما اكلم القلب يعني قصدي كهربه القلب، او بالاصح اتجاه وكميه كهربه القلب، بحولها لرسمه عن طريق الديتكتور او الكاميرات دي. تعالوا نشوف الكاميرات دي شكلها عامل ازاي. الاخت العزيزه اللي هتعمل الفيديو ده ست عظيمه جدا. First I introduce myself to the patient, explain the procedure and gain consent. I ensure that the patient is positioned comfortably. I check that electrodes are in date before applying limb electrodes to both ankles and wrists, ensuring that these sites are hair-free and clean. I will apply the chest leads, also known as the V leads. I locate the second intercostal space and then count intercostal spaces to locate the fourth space on the sternal margin. I attach the first or V1 electrode on the right sternal margin over the fourth intercostal space. The second, or V2 electrode, is then placed on the left sternal margin over the fourth intercostal space. The fourth, or V4 electrode, is placed over the fifth intercostal space at the left midclavicular line. The third, or V3 electrode, is placed midway between the second and fourth electrodes. I place the sixth, or V6 electrode, on the same horizontal line as V4 in the mid-axillary line. Finally, I place V5 halfway between V4 and V6. I attach the ECG lead wires to the electrodes, ensuring the correct limb and chest leads are connected. خدوا بالكم يا جماعة، ده الفوت وده بيبقى زي الأرضي بتاع الجهاز، يعني ده اللي بيقيس بس، اللي هو الاف اللي هو عند الفوت، سموه فوت. اف يعني فوت، وار يعني رايت طبعا، والال يعني ليفت. I set the ECG according to the manufacturer instructions. I then record an ECG and remove the graph results from the machine. انا عايزكم تركزوا الاي سي جي وهو طالع بيطلع بريت معين. الريت المعين ده احنا هنتكلم عليه دلوقتي.
مهم جدا الكلام ده وحاجه عظيمه قوي وسو سيمبل. فهو ده الجهاز اللي هي كانت الاخت بتشتغل بيه وبيطلع الاي سي جي البيبر من هنا كده. انا عايز اقول لكم حته مهمه جدا، ولو معانا نواب او حد من البوست جراديويت، انا عارف ان في ناس حضروا بوست جراديويت النهارده معانا. الجهاز يا جماعه متظبط بحيث انه بيخرج الريت بتاع البيبر ده بريت زمني ثابت، لو اتلخبط الدنيا تتلخبط كلها. يعني ايه؟ يعني الموتور بتاع الجهاز متظبط انه يخرج البيبر، ادي البيبر اللي بيرسموا بيها رسم القلب، يخرج لي المربع الصغير ده اللي هو الصغنطط ده اهو في زمن قدره 0.04 من السكند، ويخرج لي المربع الكبير، انا طبعا مكبر قوي قوي، ده المربع الكبير ده نص سنتي المفروض في الحقيقه، ده يخرجه لي في 0.2 سكند. طب انا استفدت ايه؟ استفدت اللي انا عرفت الويف دي اللي هي معموله بالاتريال، ايه قلنا اتريال دي بولاريزيشن، تتعمل ادي واحد اتنين وحته، يعني دي تتعمل في 8/100 من الزمن مثلا. فعرفت دلوقتي الوقت اللي عمله القلب في الاتريال دي بولاريزيشن، عمله في وقت قد ايه؟ لو قصير يبقى باثولوجي، لو طويل يبقى باثولوجي. الويف دي اللي هي الويف دي احنا لسه ما سميناهاش، الويف دي قال لك ان هي بتتعمل ادي 1 2 3 مربعات صغيرين، يعني كام؟ يعني 4/100 في 3 ب 12/100، 12% يعني 0.12 من السكند. يبقى ده الوقت اللي خده الفنتريكولر ديبولاريزيشن. طب لو طول ده يبقى مرض يسموه هارت بلوك مثلا، الله، ولو قصر يبقى مرض تاني. ايه ده ايه ده؟ يعني قصدك ان كل حاجه من دي بترفلكت على الرسمه، لو الدي بولاريزيشن طول يبقى الرسمه دي طولت. طب انا عرفت الزمن ازاي؟ اصل الجهاز بيخرج الورق بريت ثابت، لو الريت ده مش ثابت يبقى اللعبه كلها باظت. لو الجهاز عطلان وبيخرج لي الورق بسرعه او ببطء او اتحشر جواه الورق وما عرفش يرسم، اللعبة كلها باظت. يبقى هو كله بيعتمد على اللعبة دي، ان الريت بتاع اخراج الورق من الجهاز بريت ثابت، يخرج لي المربع ده الحتة دي كلها كده تخرج مع بعضها من الجهاز في وقت قدره 2/10 من السكند. حلو جدا. قال لك طب الويف دي ايه؟ هنسميها ايه؟ قال لك والله احنا نسميها ايه؟ نسميها تامر على اسم ابن خالته؟ لا، قديمة دي. قال لك احنا هنسميها A B C D E F G وهكذا. قال لك يا عم انتوا زهقتونا بقى، كل حاجة A B C A B C سموها أسامي تانية. فواحد منهم كان اسمه بنته اسمها بهية، فقال لك نسميها على اسم بهية أول حرف B، بهية، ماشي. فبهية بعديها B والألفابيتك بقى B Q R S T، ولو في ويف بعدها تبقى اسمها ايه؟ برافو يو. يبقى ده على حسب الأبجدية العادية. طيب احنا عايزين نقول البي دي هي ايه؟ البي هي مسؤوله او بتعني الاتريال دي بولاريزيشن، تمام. طيب من نهايه البي لغايه بدايه الكيو ار اس دي الوقت اللي بيسموها وقت اللي هو قلنا ايه، استنى شويه، الديلي، وقفه الامبلس قدام الاي في نود عشان تعدي الكوبري. طب لو الاتريا، لو الاي في نود دي فيها عطل بتعدي بالراحه، كوبري بايظ، الكوبري عطلان، الكوبري بيصلحوا فيه، تاخد وقت اطول، يزيد الديلي فيزيد البي ار انترفال. البي ار انترفال من هنا لغايه هنا بدايه الكيو ار اس بيسموها بي ار انترفال. لو طولت يبقى في مشكله في الديلي. ابتدينا باثولوجي اهو. احنا كل الكلام ده هنقوله ان ديتيل ان شاء الله في محاضره الباثولوجي. احنا كل ده بنفتح بس ذهننا لمعنى رسم القلب، الكونسبت بتاع رسم القلب. لو فهمنا الكونسبت كل حاجه تافهه بعد كده. يبقى ادي البي اللي هي اتريال دي بولاريزيشن. طب فين الاتريال ري بولاريزيشن؟ اوبسكيور باي الفنتريكولار دي بولاريزيشن. يعني احنا لو شلنا الكيو ار اس دي ورميناها كده هنلاقي تحتها ويف صغنطوطه قوي اللي هي بتاعه البي، اللي هي الري بولاريزيشن بتاعه البي. طيب بعد كده لقينا في كومبلكس
ويف بتاعت الفنتريكولر دي بولاريزيشن. قال لك الويف دي اسامي الحروف بتاعت الويف مش ثابته، انا ماليش دعوه، انا ليه علاقه الويف مين قبل مين معرفش، يعني انا مش مسمي الويف على حسب هي نتيجه ايه، لا انا ليا شكل بسميه على حسب قانون هنقوله دلوقتي. الكيو اكتب لو بتكتب معايا الكيو هي اول نيجاتيف ديفليكشن عموما، يبقى كيو هي اول نيجاتيف ديفليكشن. طيب الار، الار هي اول بوزيتيف ديفليكشن. طب والاس، الاس هي اول نيجاتيف ديفليكشن ولكن تكون بعد الار، يعني الاس ما تنفعش تبقى موجوده لو ما فيش ار، فاهمين؟ يبقى كيو لو كيو لوحدها، لو ويف نيجاتيف لوحدها تبقى اسمها كيو، طب لو بوزيتيف لوحدها تبقى اسمها ار، طب لو بوزيتيف وبعدها نيجاتيف تبقى ار اس. طب والكيو مش موجوده، ما هي لازم تبقى قبل الار، هي لازم تبقى اول قبل الار، اول نيجاتيف ديفليكشن قبل الار. طيب ولو نيجاتيف وبوزيتيف بس يبقى كيو ار، طب في اس؟ لا مفيش اس. نقول تاني الكيو هي اول نيجاتيف ديفليكشن، الار هي اول بوزيتيف ديفليكشن، الاس هي اول نيجاتيف ديفليكشن ولكن ليها قانون بعد الار، لازم يبقى يسبقها ار. بعد كده عندنا اس تي سيجمنت. اس تي سيجمنت اللعبه دي بتاعتها كلها اهميتها في انها دي بتمثل البلاد سبلاي اوف ذا فينتريكل، البلاد سبلاي اوف ذا هارت، هل في اسكيميا ولا لا، دي يعني بتعبر عن البلاد سبلاي اوف ذا هارت. التي هي الريبولاريزيشن اوف ذا فينتريكل، واتجاهها بيعتمد على اتجاه الكيو ار اس كلها، احنا هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف، عموما دي نيجاتيف ودي نيجاتيف ودي بوزيتيف كبيره، لو جمعنا وطرحنا هنلاقي البوزيتيف اكتر من نيجاتيف، يبقى التي دايما بتبقى لفوق لانها محصله البوزيتيف والنيجاتيف بتاعه الكيو ار اس. احنا فاضل لنا دقيقه وهنقفل ونرجع تاني. طيب لما عملوا رسم القلب وظبطوا الجهاز وظبطوا الريبولاريزيشن والديبولاريزيشن في الفسيولوجي، لقوا ان البي نورمالي بتبقى اقل من 2.5 مربع صغير، يعني 1/10 سكند، والبي ار من اول البي تمام، فالبي بتبقى اقل من 2.5 ملي اللي هي بتمثل من الوقت مربع 1/10 من السكند. البي ار 5 مربعات صغيره اللي هو ده، يعني البي ار انترفال من اول البي لغايه الار ما تزيدش عن مربع كبير اللي هم 5 ملي. تمام، دي اول محاضره يا دكتوره، واحنا ان شاء الله مسجلين وهتلحقيها من الاول ان شاء الله، نبعت لك الفيديو ان شاء الله مع منار، وابعته على الجروبات اللي احنا بعتنا عليها الاعلان ان شاء الله. الكيو ار اس 3 مربعات صغيره، يعني 12/100 من السكند، لو زادت عن كده يبقى باثولوجي. طب عرفنا ازاي اللي هي وقت ده او 3 مربعات؟ لان احنا الرسم البياني ده او الورق اللي احنا بنرسم عليه ستاندرد بيخرج من الجهاز بريت زمني ثابت، المربع الكبير بيخرج في 2/10 من السكند. تمام الكلام، يبقى احنا كده قلنا ان البي كيو ار اس تي بتترسم بالشكل ده، ادي بي كيو ار اس تي وهكذا. طيب احنا كده عملنا 12 ليد، ايه ده انت قلت لي 3 ليمب وايه و6 تشيست. هنقول مع بعض دلوقتي ايه الموضوع. دلوقتي يا جماعه احنا عندنا الليمب ليد، احنا عندنا واحد ناحيه الشمال بركبه اسمه ليفت ليد، واحد ناحيه اليمين اسمه رايت ليد، وتحت اف ليد عند الفوت. امال ايه كلمه اي في دي؟ اي في ار واي في اف، ليه اي في دي؟ قال لك والله خليك عاقل يا عم، هي الكهرباء دي بتاعه القلب دي مش محطه كهرباء، ده شويه كهرباء صغنططين، علشان على ما بيوصلوا للليفت للحته اللي انت حاطط فيها الالكترود دي او الكاميرا بالمعنى اللي احنا قلناه،
هيكون الكهرباء قلت جدا مش هتقدر تديتكت، فلازم تعمل لها اوجمنتيشن لايه؟ للفولتج بتاعتها. فدلعوها اسمها اوجمنتد فولتج جي ال، اوجمنتد فولتج ار، اوجمنتد فولتج اف اللي هي اي في ال واي في ار واي في اف. قال لك كده انا صورت ثلاث صور، انا عايز اصور اكتر من كده عشان اشوف القلب احسن من كده. قال لك يا ابن الحلال احط لك فين الالكترود تاني؟ احط لك في رقبته يعني، ولا احطها لك فين؟ ما انا خدت كل انحاء الجسم. قال لك لا لا، انا هعمل لك حركه تانية، انا هجمع لك في الجهاز، في جهاز رسم القلب نفسه، الصوره الشمال والصوره اليمين، واعملها لك، اجمعها لك، اعجنها لك في بعض، واطلع لك صوره جديده اكني بصور لك من هنا من الهواء. ايه ده؟ ازاي ده؟ قال لك ده دي خاصيه الجهاز، زي ما في الكمبيوتر بالظبط لما بتدخل صوره واحد من الناحيه الشمال وصوره واحد من الناحيه اليمين من صدغه الشمال وصدغه اليمين وتحطها في الكمبيوتر، يروح مطلع لك الصوره المتوقعه لوشه من قدام. ايه ده يعني رسم القلب الجهاز بيعمل كده؟ ايوه، بيعمل حاجه اسمها فرق الجهد ما بين اي في ال واي في ار، ويدي لك صوره اسمها صوره واحد، اكنك بتصورها من الحته دي مش من هنا، خد بالك، اكنك بتصورها من هنا ناحيه الاي في ال، عشان كده حاطين هنا بوزيتيف. يعني ايه بوزيتيف؟ يعني يد واحد ده هو اقرب ما يكون لاي في ال، لكنه بصوره من الحته دي. مركزين معايا؟ برافو عليكم. ليد اتنين بقيس فرق الجهد ما بين اي في اف واي في ار، اكني بصوره من البوزيتيف اهو البوزيتيف، فيبقى بقى اكني بصوره من هنا اقرب ما تكون للاي في اف، بس بصورها من الجنب كده. فرق الجهد ما بين النقطتين دول اسمها ليد اتنين. طب وليد ثلاثه؟ قال لك بقيس فرق الجهد ما بين اي في ال واي في اف، واسميها ليد ثلاثه، اكني بصورها من الحته اللي تحت دي. فكده انا خدت ست صور من الليمب ليدز وست صور شيست ليدز من على الصدر، زي ما شفنا كده في الفيديو اللي وريناه لكم، ان كانت الست بتشبك الالكترود على الشيست وول في اماكن ثابته، هنا اثنين وهنا اثنين وهنا اربعه وهنا في ما بينهم وهنا خمسه وهنا ايه؟ خمسه وهنا ما بينهم وهكذا. طيب بتطلع لي بعد كده كام صوره للقلب؟ بيطلع لي 12 صوره من القلب نتيجه 12 كاميرا افتراضية أنا حاططهم بيصور لي القلب من كل اتجاه. خلونا نركز بقى، ناخد لنا ليد ليد ونفهم هي الصورة جات ازاي. حلو قوي، ليد واحد ده أنا رسمه من هنا أقرب ما يكون لإيه؟ لإل، يعني قريب جدا من الإل، أكني بصور من هنا كده. الكهرباء جايه في الاتريا، ما هي الرسمه دي؟ ده اتجاه الكهرباء، محصله كهربه القلب. اللي ما حضرش معانا من الاول لازم يحضر الحته الاولانيه عشان يفهم احنا بنتكلم ازاي، لو ما حضرهاش يتابعها في الفيديو ان شاء الله الحته الاولانيه عشان يفهم. يبقى الكهرباء بتيجي في الاتريا في الاتجاه ده ناحيه الشمال، كميه قليله، فترسم لي ايه؟ بوزيتيف ديفليكشن، ما هي اتجاهها ايه؟ ناحيتي اهي. طيب انا بصور من هنا. بعد كده خاصية الديلي اهي اهي، الحتة دي ديلي، الكهرباء واقفة ما بتتحركش. بعد كده السيب، طب ايه رأيكم في اتجاهي ولا ضدي؟ واضح جدا انه ضدي وكمية قليلة اهو، ادي ضدي. اول بوز نيجاتيف ديفليكشن، ده اللي هنقول لها يا ايه؟ يا كيو، برافو عليك. بعد كده كمية الكهرباء تروح كلها في الاتجاه بتاعي، انا بصور من هنا برضو، تروح عامله لي بوزيتيف ديفليكشن، وبعد كده الكهرباء لما تعدي عليا ولا تسلمش وتبقى في ضد الكاميرا تعمل نيجاتيف ديفليكشن وبعد كده بوزيتيف ديفليكشن. طب ادي ليد واحد، خلينا نشوف ليد اثنين اللي انا بصوره من هنا. ليد اثنين، اول حاجه الاتريوم، الاتريوم ماشي ضدي ولا معايا؟ انا بصور من هنا. لا انا اسف، ده ليد واحد ولا ليد اثنين؟ استنى، ليد اتنين اهو، ليد اتنين هنا، انا بصور من هنا، ليد اتنين اهو بصور من هنا، كاميرا جايالي الكهرباء بتاعت الاتريوم في اتجاهي ولا ضدي؟ في اتجاهي، يبقى بوزيتيف. كتير ولا صغير؟ كتير صغير، لان الاتريوم ضعيف، يرسم لي رسمه بوزيتيف لفوق. بعد كده السبتم، السبتم بيديني كهرباء في اتجاهي ولا ضدي؟ لا في اتجاهي، فما فيش كيو. ايه ده؟ راحت فين الكيو اللي كانت في هنا؟ مفيش كيو، لان هي من الاول رسمالي بوزيتيف ديفليكشن. طب والحته اللي بعدها كملت عليها بوزيتيف، يعني اول 2 3 مللي هنا دول بتوع السبتم. طب والحته اللي بعدها
ده بتاع بقيه اتجاه الكهرباء اللي ماشيه جوه الفنتريكل. الله الله الله، ده احنا حصل لنا سميشن، حصل لنا اضافه، اضافه الفنتريكل للسيبتم، كهربه السيبتم اضيفت على الار اللي متكونه نتيجه الفنتريكل. اظن كده المفروض يكون فهمنا. طيب بعد كده الكهرباء بقت ضدي سنه بسيطه قوي، ترسم لي سنه اس صغنططه، يبقى هنا ار اس، فين الكيو؟ مفيش كيو. ليه مفيش كيو؟ اصل هنا الكيو اللي كانت بتتعمل نتيجه الكهرباء ضد الاتجاه بتاع الكاميرا، وانا حطيت الكاميرا هنا بمزاجي في اتجاه الكهرباء كلها، فكلها بوزيتيف لفوق. ثلاثة اللي هي دي، هنا بقى السبتم بعد ما كان هنا في اتجاهي، هنا بقى ضدي سنة، فممكن ترجع لي الكيو سنة صغيرة هنا. نفس الفكرة، البي هي هي بوزيتيف لان في اتجاهها، الـ الكهرباء ضدي في السبتم، فترسمت لي حتة كيو هاي صغيرة بثلاث تعريفة. بعد كده كل الكهرباء بقت في اتجاهي، فترسم لي بوزيتيف، مين لي بوزيتيف، والتي تبقى بوزيتيف. يبقى دي الليد 1 2 3. طب ليد ار ال اف اللي هو الليمب ليدز، الار هنا هتبين لنا اللعبه كلها. ركزوا معايا، الار انا بصورها من هنا من الكتف الكتف اليمين هنا كده. ايه رايكم، البي في اتجاهي ولا ضدي؟ نفسي اسمعكم. الليد ضدي، فالبي لتحت، فبقت نيجاتيف ديفليكشن. كبيره ولا صغيره؟ صغيره، البي صغنطوطه طيبه غلبانه قد كده، فرسمت لي نيجاتيف ديفليكشن. بعد كده خاصيه الديلي، كهرباء واقفه قدام الاي في نود عايزه تعدي، فرسمت لي خط ايزو الكتريك. بعد كده دي ضدي ولا معايا؟ ضدي. وده ضدي ولا معايا؟ ضدي. فكله ضدي، فكله نيجاتيف، يبقى دي اسمها ايه؟ ها؟ اللي بيقول لي اس يبقى مش فاهمني، لا ادي كيو لان مفيش ار، لو في سنه ار ساعتها بقت كانت اسمها اس، بس هنا مفيش ار اصلا، فبقت دي اسمها كيو لان دي اول نيجاتيف ديفليكشن، اول نيجاتيف ديفليكشن هي كيو. وبعد كده المين كيو ار اس لفوق ولا لتحت؟ لتحت، فكده التي اترسمت لتحت. الاي في ار دي هي اللي بتفهمنا اللعبه كلها، لو ما كنتش فاهم اللي قبل كده المفروض تكون فهمت دلوقتي، لان الار دي اكستريم، هي الوحيده اللي كله نيجاتيف، وكله النيجاتيفيتي بتاعته نورمال نيجاتيفيتي، يعني كل الصور مقلوبه لان دي بتصور القلب من اتجاه العكسي للكهرباء، بصوره والكهرباء كلها جايه في ضد الاتجاه بتاعه. الاي في ال، الاي في ال اقرب ما تكون لليد واحد، بصور من هنا فهتبقى برضو زيها بالظبط، سن كيو تي عادي، بي عادي، بي ار انترفال عادي، سن كيو صغنططة جدا، الكيو ار اس نورمال، وبعد كده التي لفوق. الاف برضو نفس الحكاية، لو سن كيو هتبقى سنة صغيرة، بعد كده كلها في اتجاهها، ترسم لي بوزيتيف ديفليكشن كبيرة، والاتجاه التي برضو لفوق. طيب ده بالنسبة للليمب ليد. الشيست ليد نفس الفكرة، أنا حاطط الكاميرا فين؟ حاطط الكاميرا هنا وهنا وهنا وماشية بالإيه؟ بالتسلسل كده. طيب خلينا في واحد، في واحد دي قريبة قوي من إي في آر، نفس الإكستريم بتاعها. الأتريوم ممكن تبقى لفوق زي دي، سوري زي دي، وممكن تبقى لتحت، وممكن تبقى باي فيزيك، يعني حتة فوق وحتة تحت، هنا زي دي مثلا كده، يعني حتة معظمها لفوق هنا، ممكن تبقى زي دي كده حتة فوق وحتة تحت، لو كانت الاتريوم ضد الاتجاه، او هو الاتريوم بيعدي على حسب البيشنت طوله والوزن بتاعه، اوبيز ولا ثين، بيختلف الاي سي جي من واحد لواحد، ولكن في بارامتر ما بتختلفش، ان الفي واحد معظمها نيجاتيف. تمام، يبقى بعد كده الار في الليد الفي واحد، البي في الغالب بتبقى بوزيتيف وممكن تبقى باي فيزيك، بعد كده سنه ار بتبقى موجوده نتيجه السبتم، وبعد كده الكيو ار اس كلها ضدي فتبقى نيجاتيف. في واحد في اتنين بقى بعدها بتبقى قريبه، ولكن بيبقى في حته من الفنتريكولار ديبولاريزيشن بوزيتيف، فترسم لي حته فوق وحته تحت، يسموها باي فيزيك، باي فيزيك كيو ار اس، حته فوق وحته تحت، ومقبول ان هي تبقى برضه مينلي
نيجاتيف، مفيش مشكله خالص. الفي واحد وفي اتنين وخصوصا في الفيميل مقبول ان الاس تبقى اكبر من الار، يعني النيجاتيف ديفليكشن اكتر من البوزيتيف، ما فيهاش اي مشكله. عموما في الشيست ليد الار صغيره وبتكبر، بتبتدي تنتوفه صغيره بتنها تكبر 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 لغايه ما توصل اكبر حاجه في في 5 وفي 6، لان الكهرباء كلها بتبقى في اتجاهها في في 5 وفي 6. 3 ابتدت الار تزيد عن الاس سنه، البي بوزيتيف، ابتدى يظهر لي، ممكن يظهر لي هنا حته كيو، هي هتظهر اكتر في في 5 و6 علشان السبتم هيبقى ضدي، ولكن هنا السبتم ستيل معايا الى حد كبير. هنا نفس الفكره، الار ابتدت تكبر، يعني لو قارنت الار دي بالار دي هتلاقي الار دي اكبر. في في 5 ابتدت الار تكبر وبتبقى اكبر ما تكون في في 5، في 5 لان هي في النورمال بيبقى الاتجاه كله بتاع الكهرباء في اتجاه الالكترود بتاع في 5. في 6 نفس الحكايه، بيظهر لي ممكن كيو صغنططه لان السبتم بيبقى ضدي هنا، فممكن مقبول جدا ان يبقى فيه كيو. الكيو يا جماعه في نورمال كيو اللي هي ما تزيدش الويتس بتاعها عن مربع صغير والديبس بتاعها عن مربعين، لو زادت عن كده ما عدا اي في ار وفي واحد، لو زادت عن كده يبقى دي اسمها باثولوجيكال كيو، زي ما هناخد في الميوكارديال انفاركشن، في الاولد ميوكارديال انفاركشن الباثولوجيكال كيو. فالكيو دي عدم وجودها ما فيش مشكله، يعني عدم وجود الكيو ما بيقنيش، وجودها في النورمال بارامتر نورمال، وجودها كباثولوجيكال خطير جدا، بيقول لي ان ده اولد ميوكارديال انفاركشن. يجي في كل الليدز ما عدا اي في ار، ده نورمالي موجوده ومقبوله ان هي تبقى موجوده في في واحد كمان، يبقى دول ال 12 ليدز. طيب حلو قوي، اللي فات ده النورمال اي سي جي. انا عشان اكتب تقرير لازم اعلق على 10 نقط، ويبقى تلك 10 ايه كامله. تمام، اول حاجه المفروض ان العيان يبقى فيه ريبورت بتاعه معايا، يعني ايه اخباره، الايدج بتاعه قد ايه. يعني انا هديكم مثال بسيط، لو انا لقيت انلارجد ار، يعني حاجه مثلا 7 8 مربعات في واحد عنده 20 سنه وبيلعب رياضه، غير لو لقيتها في واحد عنده 50 60 سنه وما بيلعبش رياضه مثلا، ده هيبقى نورمال الاولاني ده، والتاني ده في اليانج اثليت مقبوله، بينما في العيان اللي هو عنده 60 سنه ده هقول عليه فينتريكولار هايبرتوفي نتيجه هايبرتنشن، فلازم يبقى معايا الهيمودينامكس بتاعت العيان والهيستوري بتاع العيان. طب في الغالب في الامتحان مش دايما بيجيب لك دي، فبنبتدي من النقطه اللي بعدها اللي هو الريت والريزم والاكسس، وبعد كده ناخد الويف واحده واحده. خلينا ناخد النهارده الريت والريزم. الريت احنا هنقوله على طول، يعني خلينا نخش على طول في الموضوع. الريت يا جماعه هو اللوجيك اللي انا اجيب ساعة، ركزوا معايا في النقطة دي، أنا هبتديها لكم الأول خالص. أجيب ساعة وأظبطها ستوب ووتش على دقيقة، وأشغل الجهاز لمدة دقيقة، وأعد كيو آر إس مثلا، البي آر كيو آر إس، البي كيو آر إس تي في كل الليدز، وأشوف هما كام ويف اتعملت في 60 ثانية، يعني هو ده الهارت ريت، صح الكلام؟ طبعا ده مش معقول. طيب إيه الحل؟ قال لك طب انا اشوف هو في الدقيقه الواحده بيبقى فيه كام مربع كبير. قال لك الدقيقه الواحده فيها 300 مربع كبير. طيب لو انا عرفت المسافه ما بين الويف والاخرى، الويف والويف اللي بعدها، اعرف وقسمتها على ال 300 هعرف الريت بتاعي. قال لك يعني ايه؟ قال لك احنا قلنا ان احنا عايزين نشوف الريت في 60 ثانية، وكل مربع فيه 2 من 10 بيخرج من الجهاز في 2 من 10 من السكند، فكم مربع يخرج في الدقيقة؟ طلعوا 300. قال لك حلو قوي، يبقى ال 300 دول لو قسمتهم على عدد المربعات ما بين الار والار اعرف الريت بير مينت. طب خلينا ناخد اكزامبل هنا اهو. ده الاول. بروفايد، سوري انا نسيت اقول لكم حاجه، بروفايد ان الريت ريجولار، الريزم لازم يبقى ريجولار في الاول. طب انا هعرف الريجولاريتي ازاي؟ ادي الريت اهو،
بعيني ممكن أعرف. طب لو مش قادر أشوف بعيني ممكن أجيب ورقة وأعمل شرط على ثلاث QRST زي ما أنتم عاملين شايفين كده، وأعمل لها يعني زي ما تقولوا إيه، أعملها كبارامتر أقيس عليها الباقي. طيب لقيت الريجولر وأشوف بقى أدي الآر وأدي الآر، أشوف العدد هنا كم مربع ما بين الآر والآر بعناية، ده ريجولر ولا مش ريجولر؟ بعناية كده، وعينيك دقيقة على فكرة، يعني عينيك تقدر تلقط مع الوقت مرة في مرة تقدر تعرف هو إيه الرسائل كتيرة في إيه. في حاجة في الصوت؟ الصوت كويس؟ آه الصوت تمام مفيش حاجة. لا الصوت قطع عندكم؟ أنا عندي الصوت تمام مفيش حاجة، قولوا لي كده لو حد يعني حد يرد. لا كويس. طيب يبقى اقفل وافتح تاني اللي عنده مشكلة. طيب يبقى احنا عندنا هنا كده انا عديت ما بين الار والار، ادي 1 2 3 4، واحسب بقى 300 على الاربعة. ممكن يا مستر يا مستر استخدم آلة حاسبة؟ ماشي يا حبيبتي استخدمي آلة حاسبة. يبقى 300 على الاربعة فيها الكام؟ يبقى فيها مش عارف مثلا 75 مثلا، يبقى الريت في العيان ده 75. عرفتها ازاي؟ قسمت 300 على عدد المربعات الكبيرة ما بين الار والار. طيب اللي بعدها هنا الريت كام؟ الاول ريجولر ولا مش ريجولر؟ بعناية كده ده اللونج ستريب اللي تحت ده، ها شكله ريجولر. طب اشوف ادي 1 2 3 وحتة، والحتة اللي هنا ممكن ازودها هنا، فالريت هنا 100 مثلا، يبقى 300 على الثلاثة فيها المية تقريبا. يا دكتور انا ما بحبش تقريبا دي، انا راجل دقيق الدقيق، ما بحبش انا الريت المية، انا عايز 101. خلاص يا حبيبي قيس في المربعات الصغنططة مش المربعات الكبيرة، بس ما تقسمش على 300، هو المربع الكبير فيه كام واحد صغير؟ 5، ف 300 في 5 ب 1500، فاقسم عدد المربعات الصغيرة ال 1500 على عدد المربعات الصغيرة. كمثال هنا في كام مربع؟ 1 2 3 4، 4 دول ب 20، وهنا في مربعين صغيرين يبقوا 22 مربع صغير، يبقى 1500 على 22 هو ده الريت المظبوط بتاع القلب ده. مش انت اللي قلت اللي انت عايز تبقى دقيق؟ انا عمري ما بعمل 1500 دي في الوهم طبعا، بس يعني لو انت عايز يبقى 1500 على عدد المربعات الصغيره. طب لو انت راجل سلس وشعبي زينا كده يبقى 300 على عدد المربعات الكبيره ما بين الار والار، بروفايد ان الريت ريجولار. طب هنا ده هنا واضحه قوي، عد بقى يا عم اللي بتعرف تعد، 1 2 3 4 مش عارف كام، هتعد المربعات الكبيره الصغنطوطه، ده مربع كبير اهو، تعرف ده المربع الكبير اهو، عد انت بقى مع نفسك المربعات الصغنطوطه واقسم 1500 على عدد المربعات الصغيره اللي ما بين الار والار. طيب افرض ان رسم القلب الريجولر يا حلاوه، ساعتها لو انا قست هنا الريت ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، 300 على 8 يا حلاوه فيها رقم غريب، هيبقى كام؟ 330 على 8 يعني يبقى 3، يبقى الريت حاجه و30 مثلا. طبعا بس ده مش مظبوط لان الريت هنا 1 2 3 4 ده 75، يبقى انا لو انت قست هنا وانا قست هنا انت هتطلع تقول لي الريت هنا 35 واطلع هنا اقول لك 75. قال لك طب ايه المشكله؟ الحل قال لك والله انا اقيس في دقيقه كامله، لا صعبه في دقيقه كامله، طب نص دقيقه برضو كتير، طب ربع دقيقة برضو كتير، طب قسلي في 6 ثواني، وده آخر كلام عندي، 6 ثواني يعني 30 مربع كبير، وساتر ربنا إن هو في رسم القلب بيبقوا مقسمين كل 5 مربعات بعلامة كده الحمرة دي، يبقى دي 1 2 3 4 5 6، يبقى دي 6 ثواني، 6 ثواني واضرب في كام عشان تبقى دقيقة؟ أضرب في 10، يبقى 1 2 3 4 5 6 7، 7 في 10 يبقى الريت بتاع العيان ده 70 بير مينيت، يبقى ملتبلاي باي 10 بروفايد اللي انا حسبت في 6 ثواني. طب اعرف 6 ثواني ازاي؟ في علامه فوق كده اللي هي العلامه دي بتقسم لي 5 5. طب لو مش موجوده العلامه دي لازم تعد بقى 30 مربع او بالمسطره لو معاك مسطره والورق ده اصلي، يبقى نص سنتي يعني 15 سنتي، يعني تقيس الاراد في 15 سنتي وتضربها في 10، دي سكند، يبقى دول 6 ثواني. طيب تعالوا نشوف كده هنا كام، ادي الحته دي انا قيسها لك اهي، دي دول 30 مربع
دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 يبقى الريت هنا 13 في كام؟ برافو عليك، في 10 يبقى الريت 130، يبقى في 10 ب 130. طب هنا ادي هنا دول 30 برضو، 1 2 3 4 5 6 7 7 في 10 يبقى الريت هنا ايه ده؟ هي ينفع كمان في الريجولر؟ اه ينفع في الريجولر، بس للريجولر التسهيل ادي 1 2 3 4 وحتتين، يعني يطلع لي برضو 70، ايه نفس الرقم ممكن يطلع، بروفايد ان الريت ده ريجولر. يعني حته في 10 دي في 6 ثواني دي تنفع طبعا للريجولر والريجولر، بس هي صعبه فاحنا بنخليها للريجولر بس، لان الريجولر في طريقه سهله، لان بعد الارات وبضرب إيه بقسم 300 على عدد المربعات الكبير. تمام، احنا هنقف عند هنا النهارده، نفتح لكم بقى الايه